الصفات التالية إذا كانت واحدة أو أكثر موجودة فيك فأنت مش ممرض. السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم، أحوالكم، مستشفياتكم، أقسامكم، شفتاتكم. أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض، نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء. فيديو اليوم عن 10 صفات إذا كانت موجودة فيك فأنت مش ممرض حقيقي أو مش ممرض بروفيشنال. إذا مهتم تعرف أكثر عن الموضوع، هاند واشنج، البس جلوفز، ولا تنسى الماسك، وتفضل معي. كلمة ممرض بروفيشنال أو أي إنسان بالدنيا بروفيشنال معناته إنسان عنده علم، خبرة، يعني في نظري وفي عملي. رقم ثلاث، أسلوب أو سلوك جيد مع الناس، مع المرضى، مع أهليهم، مع الزملاء. فأي نقص في واحدة من هاي النقاط يعتبر أنه أنت مش ممرض بروفيشنال أو مش ممرض جيد. رقم واحد، إذا أنت مش محترم صورتك وشكلك قدام الناس وبتسيء لسمعة المهنة فأنت مش ممرض جيد أو مش ممرض محترف. بعض الناس بيجي على الدوام بالشبشب، بعض الناس بيجي على الدوام مش حالق شعره، بعض الناس بيجي على الدوام ريحته طالعة، بعض الناس أسلوبه بالكلام مع الناس صوته عالي ومستفز وعصبي. المشكلة أنه أغلبية الناس بتحب تعمم، فلما يتكلم مع ممرض وتصير بينهم مشكلة بيطلع من المستشفى بقول للناس كل الممرضين اللي بالبلد سيئين السلوك. فأنت لا تخلي الناس تكره المهنة من خلالك أنت. رقم اثنين، أنت إنسان غير منظم بعملك حتى لو كنت عندك خبرة طويلة. بعض الناس بيبدأ الشفت وبينتهي الشفت وهو لسه مش عامل إشي، بيكون عنده جبل دوكومنتيشن بده يكتبه، بيكون عنده عشرات الأدوية بده يوزعها، بيكون في عنده طابور طويل من المرضى دخول وجيش أكبر منه خروج ما عملش فيهم إشي، وفي الأخير بيجي الشفت اللي بعديه بيقول له استلم هاي المفتاح ويلا سلام. بيجي الشفت اللي بعديه بيكتشف إنه تارك لهم بلاوي زرقاء. بعض الناس، خلينا نكون صريحين، مش عن تعمد أو عن حقارة بيعمل هذا التصرف، لكن في بعض الناس بيكون صار له 10 أو 20 سنة بالمهنة وما عنده مهارة التايم مانجمنت. فهذا إشي بتحاول تتعلمه في بداية مسيرتك، وشوي شوي لازم يكون اكتسبت هاي المهارة. مش معقول 20 و25 سنة وبيخلص الشفت وفي أشياء أنت ما عملتها. رقم ثلاث، إذا كانت أعصابك بتفلت في المواقف الصعبة فأنت مش ممرض بروفيشنال. إذا كنت بتخاف أو بتزعل أو بتعصب أو بترتبك في أي موقف حرج فأنت مش ممرض. مش معقول المريض قاعد بموت وانت قاعد بترج وبتهتز مش عارف شو تسوي. مش معقول واحد من الناس بيستفزك أو هاجم عليك أو بسب عليك وانت بترد المسب بالمسب. ففي مواقف لازم تتعلم فيها كيف تمسك أعصابك، سواء مواقف مربكة أو مخيفة أو مواقف بتخلي الواحد يعصب. رقم أربعة، إذا كنت أنت إنسان مش حنون مع البشر فأنت مش ممرض جيد. في مقولة أنا بحبها دائما، إذا لم تكن جيدا في جبر الخواطر فأنت لا تصلح لهذه المهنة. مش معقول تتكلم مع طفل عمره سنة أو سنتين بدون ما تكون حنون معه. مش معقول تتكلم مع واحدة حامل نزلت قبل شوي أو أب ابنه توفى قبل شوي وتقعد تقول له روح اختم لها الملف وروح اعمل لي مش عارف إيش وروح جيب لي المحاسبة والإدخال وكذا وكذا وكذا. لازم يكون عندك شوية إحساس. رقم خمسة، إذا ما كان عندك طولة بال وصبر فأنت لا تنفع لهذه المهنة. طولة البال إلها مواقف معينة بتكون مطلوبة فيها. لو كان في إنسان معصب منك وبدأ يحتد أو يرفع صوته أو بناقش بعصبية، في أول ثواني المناقشة لازم تكون طويل بال. فيما بعد إذا قل أدبه أو طول لسانه فبصير الحق معك، لكن أول كلمتين واجب عليك أنك تتحمل. لو كان في مريض مثلا طالع من عملية لسه مخدر مش بوعيه سكران بأي طريقة من الطرق، المريض ما عنده وعي كامل، فلازم تكون طويل بال. لو كان المريض مستوى التعليمي قليل شو ما تشرح له ما بفهم، فلازم تعيد وتزيد حتى يفهم وتنزل لمستوى وتتكلم بلغة هو بفهمها، ولازم تكون طويل بال. فإذا أنت ما كنت تتقن كل هاي المهارات فأنت مش ممرض جيد. رقم ستة، اللي تقريبا ما في حدا بعملها، إذا أنت ما بتتطور وبتتعلم كل يوم فأنت مش ممرض بروفيشنال. التمريض زيه زي سائر علوم الرعاية الصحية، بتطور كل يوم، كل يوم بيعرفوا أمراض وكل يوم بيعرفوا أدوية وكل يوم بيخترعوا بروتوكولات للعلاج وكل يوم في إشي جديد. فإذا ما كنت بتاخذ دورات كل فترة والثانية وما بتشتري كتب وما بتقرأ كل يوم والثاني فأنت مش ممرض جيد. مش معقول تتخرج من الجامعة 2003 وصرنا ب 2023 ولساتك على العلم اللي أخذته من الجامعة قبل 20 سنة.
رقم 7 نقطة مهمة جدا خصوصا للممرضين المتزوجين. إذا كنت ما تعلمت كيف تفصل بين البيت وبين الشغل فأنت لا تصلح لهذه المهنة. بعض الناس خصوصا البنات بتيجي على الدوام جوزها ضاربها، بتطلع كل عصبيتها في المرضى والمرافقين والزملاء كمان. بعض الناس وهو جاي على الدوام السيارة أكلت مخالفة بطلع كل عصبيته في الناس. بعض الناس قبل ما يطلع على الشغل مرته حردت على بيت أهلها بطلع كل عصبيته في الناس. هل تعلم إذا كان لا سمح الله ابنك بموت أو أبوك قاعد بموت الناس ما إلها دخل؟ وفي ناس راح تقولها بوجهك شو عمل لك؟ سواء مرضى أو مرافقين أو زملاء. فأنت بدك تكون حاطط ببالك أنه الغالي عليك مش غالي على ناس ثانية، اللي أنت بتحبه الناس الثانية ما بتحبه، واللي مزعلك ومنكد عليك يومك كله لا يعني بالنسبة لباقي الناس ذرة رمل. فبدك تتعلم وانت جاي من البيت على باب المستشفى تترك كل همومك ومشاكلك وبتدخل مبتسم ونفسك مفتوحة على الشغل، ونفس الكلام لما ترجع البيت كل مشاكل المستشفى بتتركها على باب البيت من برا. النقطة الثامنة اللي هي نقطة مهمة جدا 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 جدا، إذا كنت اخترت المكان الغلط ثم بررت إهمالك بوجودك في المكان الغلط فأنت مش ممرض محترف. لو أنا ممرض جيد وفهمان وخبرة وأسلوب كويس ومربى وابن ناس، إن حطيت في مكان يا إما ما فيهوش نظام، يا إما فيش حدا بعرف شو شغله، يا إما ما في قانون، اللي بيشتغل واللي ما بيشتغل اثنين ما بنحكى لهم يسلموا، يا إما في عدد كبير جدا من المرضى لدرجة ما راح أقدر أعطي 1% من الشغل الأيديال اللي في بالي. فلا تيجي بعد فترة إذا سألت ليش أنت شغلك زي الزفت تقول ما هو الشغل، ما هي الإدارة، ما هو القانون، ما هو البروتوكول. المكان زي الزفت اتركه، ما هو الراتب مش مكفيني، برضو المستشفى ما قال لك تأخذ 40 قرض ولما ينزل راتبك 50 دينار أو 20 دينار تيجي تقول أنا بشتغل على قد مصاريهم. إذا كان المال أو الواسطة أهم من ضميرك فأنت مش ممرض بروفيشنال. الحمد لله أنه هاي النقطة بالذات مش منتشرة كثير في التمريض، لكن ربما إذا اشتغلت لك 30-40 سنة تصادف واحد أو اثنين من هاي النوعية. إذا كنت أنت بهمك المريض اللي برش إكراميات أو المريض اللي بتروح له على البيت برايفت، أو أنت بدك تضبط وضعك مع كم من أخصائي وكم من استشاري، بغض النظر الشغل صح، الدواء فاد المريض، المريض مات في الآخر، فأنت ما عندك ضمير وما بتنفع لهاي المهنة. رقم 10 وهي نقطة مهمة برضو، إذا كنت بتصدق بالخرافات والأساطير ونظرية المؤامرة فأنت لست ممرضا بروفيشنال. التمريض زيه زي كل علوم الرعاية الصحية في شيء اسمه evidence based practice، يعني بدك تقول للدواء الفلاني بينفع للمرض الفلاني بتجيب لي بحث موثق ومعتمد وعاملينه ناس بيفهموا ومنشور في مجلة علمية كل الناس معترفين انها اللي عملوها ناس بيفهموا. لا تيجي تقول لي ابن خالتي جرب المرمية لوجع الراس وزبط معه، لا تيجي تقول لي رجل الحمامة اغليه واشربه بروح المغسل كلا ولا عندك. طول الحكي هذا من كتاب معتمد بتدرس في جامعات والناس بتاخذ فيه بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، او جيب البحث من جهة معتمدة كل الناس معترف انه بحث معمول على ادق معايير البحث العلمي بصدقه، غير هيك لا تناقشني. يعني مش معقول انت دارس تخصص وبتشتغل بتخصص كله علم ومبني على علم وكل يوم بتطور بناء على العلم والتجارب العلمية اللي بتصير، وفي الاخير بتصدق الخرافات والاساطير ونظريات المؤامرة وغيره وغيراته. طبعا كل النقاط اللي ذكرتها هذا وجهة نظري الشخصية اللي تحتمل الخطأ أو الصح، والمهم أراءكم أنتم بالكومنتات. إذا في إشي نسيت أحكيه ضيفوا لي بالتعليقات تحت، وإذا في إشي أنت بتعرضني فيه أهلا وسهلا نتناقش ما في مشكلة. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، وفي النهاية بنشوفكم في فيديو ثاني والسلام عليكم.